السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم معلومة كل يوم. في هذا الفيديو الذي أقوم بإنجازه كل 150 فيديو نصل إلى الفيديو رقم 3، وهو الفيديو رقم 450 على قناتي معلومة كل يوم، لنستعرض فيه أرباح قناتي على اليوتيوب، مشاهدتها، تطور المشتركين، وإلى آخره من الإحصائيات. نذهب إلى منصة جوجل كروم وندخل إلى قناتي وإلى استوديو القناة. طبعا هذه هي القنوات، طبعا هذه هي فيديوهاتي من واحد حتى من الفيديو الأحدث إلى أول فيديو. نذهب إلى أناليتيكس، وكما نرى هنا أمامنا عدد المشاهدات في آخر 28 يوم أصبح 7,500 مشاهدة، بارتفاع قدر بحوالي 50% عن آخر 28 يوم. نفس الشيء بالنسبة لعدد ساعات المشاهدة والاشتراكات، نرى أن الاشتراكات هذه المرة في تصاعد مستمر، لأنه تم تحويل محتوى القناة، مما أدى إلى تعطل صعود المشتركين لأكثر من 4 أشهر. وهنا الأرباح في آخر 28 يوم، الأرباح في آخر 28 يوم نشاهد فيها صعود كبير أيضا مقارنة بآخر 150 فيديو التي قمت ب الفيديو الذي قمت بإنشائه عند وصولي إلى 300 فيديو، حيث لم يصل الأرباح حتى 0.9 دولار. هنا نرى المشتركين 10,172، المشاهدات في آخر يومين آخر 48 ساعة هو 588 مشاهدة، وتصل حتى 600 مشاهدة. هنا نرى الفيديوهات الأكثر مشاهدة في آخر يومين. نذهب إلى تغطية قناتي نرى أن الصورة المصغرة لكل فيديوهاتي ظهرت 100,000 مرة، بصعود قدر بتقريبا 90% عن آخر 28 يوم. بالنسبة إلى التودو كليكس بار امبريسيون، وهو الضغط على هذه الصور المصغرة لفيديوهاتي التي ظهرت، تم الضغط 6%. 6% هي يمكن أن أعتبرها نسبة جيدة مقارنة بالقنوات الكبيرة جدا التي نرى فيها، القنوات المليونية التي نرى التودو كليكس عندها نفس التودو كليكس الذي عندي، من 6 حتى 8%. المشاهدات نرى ارتفاع بالضعف على آخر 28 يوم، حيث وصل إلى 7,500 مشاهدة. ساعات المشاهدة، نرى أن ساعات المشاهدة أيضا تضاعفت بنسبة 100%. نذهب إلى الجمهور المشاهد لنا، نذهب هنا إلى فوار بلوس لنرى الجمهور وتواجده الجغرافي. نذهب أولا إلى التواجد الجغرافي، نرى أن الجزائر هي أولا وقبل كل شيء الأكثر مشاهدة في آخر 28 يوم بنسب ليست بنسب لديها تكافؤ كبير بين مختلف الدول، سواء من المغرب، تونس، مصر، السعودية، أو حتى العراق. عمر الشرائح العمرية التي تشاهد قناتي، هناك 3 شرائح عمرية، من 18 سنة حتى 44 سنة. المشاهدين معظمهم من الرجال طبعا بنسبة فوق 75% دائما. نذهب إلى ريفينيو كما نرى 2.29 دولار في آخر 28 يوم، في آخر 28 يوم. إذا ذهبنا إلى الحساب عن طريق الشهور، نرى بأن في ديسمبر، من ديسمبر حتى أفريل اليوم، نرى أن المشاهدات في ارتفاع مستمر، وبإذن الله الشهر القادم أكون قد وصلت الـ4 دولار مثلا،
القناة في منحى تصاعدي، وهذه الفيديوهات التي جلبت أكثر الأموال في آخر 28 يوم. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، إلى أن نلتقي في فيديو بعد 150 فيديو، أي في عندما نصل إلى 600 فيديو على القناة، لنقوم بشرح آخر وإظهار للإحصائيات مرة أخرى.